مقدم الشرطة هرمال هند مرويدة سينو تقنية. بالنسبة للشرطة السينو تقنية هي قسم خاص بترويض كلاب بوليسية تابع لمديرية الشرطة القضائية. الهدف منها هو حماية مكافحة الإجرام وحماية النظام العام حماية النظام الشارعي العام. الشرطة السينو تقنية عندها بزاف ديال التخصصات من بينها البحث عن المخدرات، الكشف عن المتفجرات، البحث عن الأشخاص تحت الأنقاض، الثقافة في أثر الدماء، البحث عن الاوراق الماليه. بالنسبه لهذا الدومين كان محتكر في الاول غير على الرجال. من بعد اختارينا حنايا بصفه تطوعيه، اختارينا باش نكونوا بالحب ديالنا للكلاب، اختارينا باش نكونوا مع الشرطه السينو التقنيه. بالحب ديالي للكلاب تادبت دغيا مع الكلب وانسجمت معاه بالزربه، ما لقيتش حتى شي مشاكل. البنات اللي بغيو يدخلوا هذا الدومين كنقول لهم بان اول حاجه خصها تكون كتبغي الكلب، ما يمكنش تدخل لهذا الدومين هذا وهي ما كتبغيش الكلاب. هذا هو اول شرط اللي خاصو يكون عندها.